مشاهدينا نعود إلى الإطلالة الإعلامية المرتقبة لرئيس الجمهورية ميشيل عون اليوم، وماذا أيضا عن تداعيات الأدلة حول تورط حزب الله في اليمن وما مصير الانتخابات النيابية. أناقش كل هذه العناوين مع ضيفي لليوم رئيس تحرير جريدة سفير الشمال غسان ريفي. صباح الخير أستاذ غسان. صباح الخير لارا، إليك ولكل المشاهدين الجديد. أهلا جميع بخير، وإن شاء الله أعياد مباركة على لبنان، وإن شاء الله السنة الجديدة بتكون أفضل وبتحمل كل الخير. إن الله راد. اليوم أستاذ غسان تتجه كل الأنظار للكلمة اللي رح يلقيها الرئيس ميشيل عون. هناك حرص طبعا على عدم تسريب أي عناوين، بس برأيك إلى ماذا سيتطرق، وهل سيصوب على الثنائي الشيعي أو العكس تماما؟ يعني بالظروف العادية من المفترض دائما أن يتحدث رئيس الجمهورية إلى شعبه وأن يهنئهم بالعيد وأن يتمنى لهم أياما سعيدة وأن يعرض خطة العام المقبل من الإنجازات التي تنتظرهم. لكن للأسف في لبنان المعركة تجر معركة سياسية والتوتر يجر توتر. طبعا يعني اليوم الكل ينتظر ما سيقوله الرئيس عون، وأعتقد بأن لا جديد يمكن أن يحمله الرئيس عون، لأن اللبنانيين يريدون إنجازات أو يريدون حلول، ولم يعد بمقدورهم الاستماع إلى مبررات أو إلى أعذار أو إلى اتهامات أو إلى مناكفات سياسية، خصوصا أن الأمور بلغت ذروتها في الأزمات الاجتماعية والإنسانية. يعني لذلك أعتقد بأن الرئيس عون سيستمر بنفس اللغة التي تحدث فيها خلال السنوات الماضية في الإضاءة على عدم يعني ما حدا خلى هيدا العهد يشتغل كما يجب، أو ما حدا خلاه يعمل الإنجازات اللي هو بده إياها، أو يعني الإشارة إلى التعطيل القائم. وطبعا اليوم يعني الكل يعلم بأن هناك حل وحيد في لبنان اليوم لا ثاني له، وهو ترك الحكومة اللبنانية تعمل وتستفيد من الدعم الدولي الكبير الذي المعطى لها، ولكن طبعا هذا الأمر يحتاج إلى خطوات سياسية وقضائية يمكن لرئيس الجمهورية أن يقوم بتسهيلها إذا أراد، ولكن يبدو بأن الوضع الانتخابي ضاغط بالنسبة له، لذلك هو اليوم يتريث في الموضوع القضائي. من الطبيعي اليوم يعني أن يوجه الرئيس عون يعني انتقادات في أكثر من اتجاه، وهناك مخاوف من أن تؤدي هذه الانتقادات إلى زيادة التوتر السياسي القائم أو أن تؤسس لمعركة إضافية قد تفتتح مع بداية العام الجديد من خلال الإطلالة الإعلامية التي قال عنها رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، والذي يعني وعد بأنه سيكون هناك رد وهجوم عنيف في هذا الإطار. أعتقد أن لا مصلحة اليوم لرئيس الجمهورية بزيادة التوتر وبالهجوم على حزب الله، لأن ذلك سيؤدي إلى خسارة التيار الوطني الحر ما تبقى من جمهور شيعي هو بحاجة إليه. وطبعا اليوم ليس أيضا من مصلحة رئيس الجمهورية كما أعتقد بأن يشد العصب المسيحي، لأن رئيس الجمهورية غالبا أو عادة ما يجب أن يتحدث
يتحدث بلغة وطنية وبخطاب وطني وليس بخطاب طائفي، وبالتالي فإن أي شد للعصب المسيحي أو أي خطاب طائفي سيؤدي إلى استفزاز الطوائف والمذاهب الأخرى، وهذا أيضا لا يصب في مصلحة الوضع الداخلي اللبناني ولا في مصلحة الرئيس هون والتيار الوطني الحر. نأمل أن يفاجئ الرئيس هون اللبنانيين اليوم وأن يطرح حلا لهذه الأزمة أو يطرح مبادرة أو يطرح يعني حوارا حول حل هذه الأزمة، خصوصا أننا في موسم يعني الأعياد وفي نهاية العام والكل يتطلع إلى أن يكون العام الجديد عاما أفضل، ويتطلع إلى أن تبادر هذه الطبقة السياسية لأنه آن الأوان أن تبادر إلى ما يصب ولو لمرة واحدة في مصلحة اللبنانيين وفي حل أزماته. نعم استاذ غسان، بالانتقال إلى موضوع آخر، يعني بعد الأدلة حول تورط حزب الله بحرب اليمن وتصريح امبارح التحالف العربي وقال أنه هناك مسؤولية تقع على حزب الله على استهداف المدنيين إن كان بالسعودية واليمن، كيف رح ينعكس هالشيء على الساحة اللبنانية؟ وهل العلاقات الخليجية اللبنانية إلى مزيد من التعقيد؟ يعني هذه مجرد اتهامات ولو ارتبطت بأدلة للتحالف، لكن في النهاية الموقف اللبناني واضح تماما وأعلنه رئيس الحكومة مرارا وتكرارا بأن لبنان ملتزم بأفضل العلاقات مع العالم العربي ومع دول الخليج وخصوصا مع المملكة العربية السعودية. وطبعا يعني اليوم لبنان يعمل بشتى الطرق لاستعادة ثقة دول الخليج تأمين التعاون المثمر فيما بين لبنان وبينها. وأعتقد اليوم يعني من المفترض أن يعني يتم احتضان لبنان أكثر بكثير مما سبق من دول الخليج، لأنه كما قلنا سابقا بأن لا أحد له مصلحة اليوم بالتخلي عن لبنان ولا أحد له مصلحة اليوم في ضرب لبنان أو انهيار لبنان، لأن استقرار لبنان غالبا ما يكون من استقرار المنطقة. ولا أعتقد اليوم بأن ترك لبنان للفراغ إذا تخلت عنه السعودية أو تخلت عنه دول الخليج فإن هذا الفراغ ستقوم جهات أخرى بملئه، خصوصا أن الطبيعة لا تقبل الفراغ. نعم، رئيس تحرير جريدة سفير الشمال غسان ريفي، شكرا جزيلا لك.